الشاعر سعد بن عبد الله العبيد، حياك الله معنا في برنامج وينك. الله يحييك، ويا هلا ومرحبا، وانا سعيد بلقائكم هذا في برنامجكم الناجح وفي قناتكم الناجحه والمفضله عند الجميع. والحمد لله يعني في ظل الامن والامان وفي ظل رعايه حكومتنا التي نعتز ونفتخر ونتشرف بتقديم ارواحنا واولادنا وما نملك فدوه لهذه الحكومه الرشيده. ونسأل الله العلي القدير أن ينصرهم على من عاداهم وأن يعز الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء الأرض. آمين يا رب. أستاذ سعد، خليني أسألك في البداية سؤالنا المعتاد في برنامج وينك. تفضل. وين سعد بن عبد الله العبيد اللي رغم عنده أعمال شعرية لكن لم يظهر أبدا من خلال الإعلام ورافض أن يظهر؟ والله يمكن مشاغل الحياة، وأنا من الناس اللي ما أبحث عن الشهرة، ومشغول بالزراعة وحياة البداوة، ما جمال وحلال وزراعة مزرعة ومشاغل الدنيا، فهذا اللي خلانا نبعد. ورغم احتكاكي بأكثر الناس العاملين في مجال الإعلام، ولكن أكثرهم ما يعرف عني أني أكتب شعر أو أن عندي غناء وتلحن أيضا، وأحيانا ألحان، أحيانا بعض الكلمات. أغلب وقتك الآن أستاذ سعد في ما بين الدرعية وساجر، في المزرعة والله أنا عشت طفولتي في الدرعية. إيه؟ وكانت الدرعية قرية صغيرة، ورغم صغر الدرعية كان يتوافد لها الناس من جميع قرى المملكة ومدن المملكة للعمل فيها في الزراعة وفي حرث الأرض. يعني كانت هي تقدر تقول هي اللي تجيب العالم للشغل، اللي تجمع مصدر الناس. مصدر رزق لكثير من الناس. وش تذكر ملامح الطفولة في الدرعية؟ والله كثير ملامح الطفولة. يعني لو رجعت الملامح الطفولة في حاجات صور في خيالي لا يمكن أنساها. صورتها شعريا؟ يعني صورتها شعريا. ايش قلت؟ مثل على هذا بير كان عند المسجد اللي اللي في حارة، في الحارة عندنا. وبعد العصر العالم يجوني النساء، طبعا تجي الحرمة بس حلة معها وتروي مويه، ولا مرينا مروها واحد بحنا وإنا نلعب وكذا، ولا مرتنا قالت يا صبي تعال امسك معي الرشا، امسك معي الدلو، خلنا نصب ذا، ازعب معي المويه. فنجي وحنا صغار نفزع مع الحريم، أو نشيل عليها المويه، نشيل معها المويه، أو نوصل معها البيت المويه. لما مريت البير هذه بعد ما الحمد لله يعني في بعد التطور اللي حصل والمويه دخلت في البيوت واغتنوا الناس عن الرية وعن كذا، وحتى البير جفت ماها يعني تقريبا نزلت المويه، مويه الآبار تحت. فمريت لقيت البير هذه مهجورة، وتذكرت يوم اننا صغار ونلعب بالدنان ونلعب طاق طاقية ونلعب، فصورتها في كلمات. انا اقول يا ما حلا حزة مسيان ونزع بالدلو بديه، والشيخ يزعب رفيع الشان عليه مع عمه وصدريه، نزعب من البير في الزدحان اسحال لها احلاق شاميه. ذيك الحين الاحلاق تجينا من الشام، اسحال تجي في لها احلاق. نزعب من البير في الزدحان اسحال لها احلاق شاميه، ولا غدير من الوديان من هالقرب دوم ممليه، يطفي ظمالاها بالعطشان يا ما حلا شرب شاهيه. الما نصبح على الحيضان، الحيضان اللي من الجلود البعارين أو الغنم، جاهز إلى مر طرقية، يا زين شربه من الصملان ولا شنان بهرية، شن هي القربة القديمة. أنا حاولت أوظف هذه الكلمات اللي اندثرت في القصيدة، يا زين شربه من الصملان ولا شنان بهرية، والنجر صوته ظهر رنان في روشن عالية مبانية، يلفي على صوته الضيفان يا محل نفس راعية. الله. راعيه يذبح لهم طليان ويحمس على النار برية، والحب يشريه بالصيعان ما في كيلو ولا وقية، الحين كان عندنا الصيعان ما فيه الكيلو ما بعجة، والحب ما يطحنه طحان على الرحى شغل نشمية، تطحن وتقرص لها قرصان وتجفى العشاء فوق صينية، فيه القفر والجراد ألوان، القفر هو القديد اللحم اللي منشف، فيه القفر والجراد ألوان، هذا كانوا يقدون اللحم ويحطونه في ملح وينشرونه على الحبال لما ينشف، ويحطونه في الأكلات الشعبية المرقوق والقرصان وهذه. فأنا أقول فيه القفر والجراد ألوان، وفقع ظهر بسيل وسمية، والطير غرد على الأغصان نطرب على صوت قمرية،
ويا محلى مجلس الشيبان لمن له كل عصرية من حوالهم نلعب الدنان ونلعب معه طاق طاقية. هذه لعبتنا أولة يعني، حتى الكرة قليلة عندنا. يا محلى مجلس الشيبان لمن له كل عصرية من حوالهم نلعب الدنان ونلعب معه طاق طاقية. وأهل الغنم شرعوا البيبان وكل انسرى في مسارية. يا أخوي تغير الجيران ما عاد فيهم محنية. الطبع الأول تغير شان وأخلاقهم صارت تجارية. حتى الولد يمشي في عصيان في الليل روحات المجية. لين تظهر الشمس وهو سهران تقول مجبور جبرية. يلا دخيلك من النقصان يا رب وانت تصلح النية وسلامتك. صح لسانك. يا سلام. يعني كان لعبنا الدنان ولا السعابة ولا الغميمة ولا هذه اللعب القديمة اللي حنا نعرف. كتبت في الوطنيات يعني وصفت بعض ملامح الدرعية أول وتذكرت الملك عبد العزيز الله يرحمه. تذكرت الملك عبد العزيز الله يرحمه وكتبت قصيدة في الملك عبد العزيز وفي أبنائه، ولكنها انشغالي بالزراعة وبالبر وبالجمال وكذا نساني كثير من القصائد، ولكن فيه مطلعها يقول لك حنا شباب اليوم نسمع حكايات ويرمي لنا الأجداد عن ماضي لهم كان. كانت بيوت الطين أجمل بنايات، أربع غرف يسكن بها عشرة إخوان. وحتى يعني شرحت لهم عن النهب والغزوات، حتى ظهر في نجد راعي المهمات الملك رده واسترده كحيران الله يرحمه الملك عبد العزيز. وذكرت من بعده أبنائه الله يرحمه اللي مات ويطول عمر الباقي إن شاء الله. وهذا واجبنا، واجب على كل واحد يحب بلده وديرته أنه يكتب فيها. صحيح. والدرعية بلدنا وحكومتنا منا وفينا، ونضحي لهم بالغالي والنفيس. كتبت بعدين بديت تكتب في الغزل؟ بديت أكتب في الغزل يعني، وأحياناً الغزل ما هو شرط اللي أنا أكتبه أني أحس فيه. في حاجات ممكن، وكتبت في فراق الأهل بعد ما توفوا الله يرحمهم. ايش كتبت؟ فالغزل مش تبغى تسمع من الغزل؟ نكتب نسمع أول شيء اللي فيها فراق، اللي قلت فيها فراق الأهل. ايه وبعدين نسمع. والله بعد ما توفوا الأهل الله يرحمهم أنا جلست 3 سنوات وأنا حزين على الوالد. ما راح حزنه من عندي هو الوالدة. فنمت في الليل وحلمت فيهم يعني، فقمت وكتبت قلت العين عافت لذة النوم ورقات، أمر عظيم طير النوم عنها، من جاح حزني ما اهتنى بنوم ورقاد، لو ضحك سنة عبرته تعب منها. يا ما صبرت ولكن الصبر ما فات، صبري رماني بعلة ضاق منها، قال الصبر لا تقابل الصبر بعناد، ميلات الدنيا ما بحدن ومنها. يا ما القدر نكد على الناس الأعياد، ويا كم من أم قد حرمها من ابنها، وين الأهل وين القرايب والأجداد، وين الذي للدار قبل يسكنها، وين الأهل ومن مثلهم ناس النجواد، من بعدهم عيني تقاسي حزنها. الله يرحمهم والدينا والديكم وجميع المسلمين إن شاء الله. آمين يا رب. طيب في الغزل أنا مسجل مجموعة من القصائد عندي غزلية، خلينا نبدأ من عندك أنت تختار وبعدين أنا أعطيك اللي. والله تفضل يعني. أحيانا بعض القصائد لها لها قصة. فحنا كنا نطلع نتمشى انا وناس معي كبار في السن اكبر مني الله يرحمهم، ونغني سامر. واحد منهم انجرحت يده من الطار ما درى وشاف الدم وقال انجرحت. فلما شفت الجرح انا يعني طلع عندي ما طلع قصيده، فكتبت اقول بعض الجروح تطيب مع قدره الله، الا جريح الحب ما حصل دواء، كم عاشق قد مات من فقد خله، ما حصل له الشوب خله ولا ما، وانا عليل صابني منه عله، حتى بمنامي انتظر واتحرى. يلي تشوفه لو تكرمت قله، حالي خطير مخطر بعد فرقه، يفوح قلبي كن بفوح دله، نار المحبة بين الأضراع تصله، لا من ذكرت اللي رموشهم ظله، أبو جديل كنه الليل غطه، أبو جديل بالشتاء لو يفله، لو هبت النسري عن البرد دفه. الله. وهذه غنيتها على العود. طيب نسمع منها شوي حتى يعني نسمع الباقي منك. ترى السامرية يعني. ايه بالعكس ليش لا، السامرية جميلة. Thank you.
الطيب مع قدرة الله إلا جريح الحب ما حصل دوا كم عاشق قد مات من فقد خله أما حصل الشوف خله ولا ما لو تكرم تقل حالي خطير مخطر بعد فرقة يفوح قلبي كن بفوح دل نار المحبة بين الأضلاع تصلى اللي يرموشه مظلة أبو جديل إن كانها الليل غطى أبو جديل بالشتا لاوي في الله لو هبت النسري عن البرد دفى الله الله يعطيك العافية. ارفع البرقع وخلينا نشوف بعد هذه من القصائد الغزلية. تبغى تسمع هذه؟ نسمعها منك. وش قصتها؟ والله يا طويل العمر هذه كنا لا ايه؟ قصة أنا ما ودي أقول القصة لكن ايه؟ يمكن أنك متشوق لها. يا ليت. قصة يعني هذا حصل موقف مرة ايه؟ وكنا ماشيين أنا رجال معي فقابلنا وحده الله يستر عليها وطاح البرقع وشفنا الوجزين وتغطت. ايه هذا وين كان؟ كان في مكان حول ايه حول الرياض. فلما طاح البرقع ضحكت فيقول ليش تضحكت؟ والله هذه البرقع اللي طاح طلع مطلع قصيده عندي قال نسمعها. فكتبت اقول ارفعي البرقع وخلينا نشوف ما خلق ربي من ايات الجمال الشعر خليه على حد الكتوف متعينا بالتغلي والدلال والنظر خليه في صدرك يطوف تسبح النظرات في بحر الخيال العبي خلي المشاعر لك وقوف كنها جيوش على خط القتال يرتعش قلبي على هز الردوف والجسم انمال شرقا او شمال شمسك اللي اشرقت بعد الكسوف ما بقى في الكون شبر به ظلال القمر حولك مع نجومه يطوف قال انا والشمس بنشد الرحال احمد الله يوم جابتك الظروف واهتنى قلبي معك بعد الوصال سلامت الله سلام هذه سلام. سالفة البرقع لا ذكرتك ينعصر قلبي والله هذه لها ذكرى مؤلمة عندي يعني قصة ولكن القصيدة يمكن القصيدة هي تحكي القصة فأنا أقول لي ذكرتك ينعصر قلبي ألم وتنزل دموعي على خدي صبيب إيه وربي منزل عما والقلم ماسكين قلبي أبد غيرك حبيب لو طعنتيني بخنجر أو سهم والله إن نموت ما شافه طبيب لن جرحي منك ما بغى يلتئم أجرحيني زود زديني تعذيب قلبي المجروح من لحم ودم لجلك أنتي ما أبي جرحي يطيب في وسط قلبي براكين وحمم مع زلازل ترجفه رجف مريب غادي من حبكم جلد وعظم شفتي بعينك هواكم لي مذيب آه ببكي وانثر دموع الندم دام مالي بقربكم حظ ونصيب لا تلومي إنسان حبك وانحطم والأمل ساعة بعد ساعة يخيب ما قفل الجوال عنكم إيه قسم أقسم الإرسال من عندي صعيب طالع للبر من زود الألم رحت أدوج من شعيب إلى شعيب عارض حبك على الضلع الأصم قال جرحك يا سعد موجع رهيب لو يمر الناس أفنى له أمم أشهد إن حبك لها حب عجيب ولو يمر جبال تنهد القمم تستوي بالقاع والجاهل يشيب قلت غلاها عالم فوق النجم كاملة بالزين والمنظر مهيب
هيبة الشيوخ إلى جت تبتسم ريحها مسكن على عنبر وطيب. أمها من دونها وقفة ردم وقفة تعاند عليها الله حسيب. فاز بها من يجهل سلوم وشيم يا قوي حظك خطف غصن الرطيب. ما انسجن معها وعيت تنسجم ودها بنفارق عجل وقريب. لو طلب مليون نقل للقدم أدفعها عن طيب هدوها للحبيب. أدفعها لك كاش وأقول استلم اترك اللي عاش في بيتك غريب. الله الحبيب له من الشخصين حكم طول عمري عن خيالي ما يغيب. أطلب الله إعداد من حج ورجم وعد ما يعوي على المرقاب ذيب. ضاعت سنين العمر هم من وغم طول عمري مشتقي حزن ونحيب. وسلامتك رح لسانك يا زين حبك عجز تنساه. هذه من قصائدك أيضا؟ هذه من القصائد اللي يعني نشرتها في جريدة الرياض في وقت سابق، ونزلت قصائد بعد بأسماء ناس أصحاب لي ما هي باسمي. يعني ناس طلبوها مني ونزلوها بأسمائهم، بس هذه نزلتها أقول يعني لها ذكرى لما كتبتها أتذكر وادي حنيفة وادي الدرعية وإحنا ننزل ونمشي مع ذيك الحين. فأنا أقول يا زين حبك عجز تنساه، حبك صطابي من السنين يصدق صعيب علي مقواه. متى الوصل يا نظر عيني الحب لا منصفها محلاه. وإن كان حبك وإن كان قلبك مصافيني يا زين مثلك أنا ملقاه بين الحضر والبداويني. يا محل الضبي في مفلاه يرعى ورود ورياحيني. لا من قربته يهدي خطاه ما خاف مني يباريني. هالضبي سبحان من سواه ما ينشر بالملايين. يا زين مثلك أنا ملقاه بين الحضر والبداويني. الله يجيب الوسم نرعاه والحب واسم المحبين. وسلامتك أحبك حب بدون حدود. والله هذه بعد لها ذكرى فيها يقول أحبك حب بدون حدود وكل ساعة يزيد بزود. وأنا عارف ومتأكد طريق الوصل لك مسدود ولكن فيك متعلق له ولو أن الأمل مفقود. تقولين انسى الماضي ولا تفكر عليها تعود وكيف أنساك يا حبي وكيف أنسى العيون السود. وأنا كل ما تذكرتك تلاعب بها بوب النود. أحاول أبتعد عنك أشوف القلب لك مشدود. عسى الرحمن يجمعنا في ليلة والعباد رقود ولو في الحلم يا روحي أبطلب واحد معبود. الله سلامتك صح لسانك. أنا جالس أحاول أسمع أكثر يعني عدد أو قدر ممكن من القصائد. في قصيدة لك اسمها الصدفة. والله إيه؟ هذه الصدفة ماشي قصتها لها قصة؟ هي لها قصة إيه؟ هذه إيه؟ ماشي في شارع وفيه واحدة الله يستر عليها طلت مع الباب بتكب لها مويه وما أدري كان وبان الوجه وبعدين ردت الباب وضحكت وردت الباب والضحكة يعني شوي تعرف الإنسان اللي له مشاعر وتحركت فيني المشاعر شوي. فأقول يا بنت أنا شفتك على الباب بالصدفة مثل الغزال اللي مشت تشرح البالي. وش ذا الجمال اللي شغل فكري ولفه لفت دوالي بالهوى في صحصح خالي. صدفة نظرتك عسى تتكرر الصدفة ومن الخجل أخفيتي الوجه طوالي. شعرك خصايل إلى حد القدم حفة أسود طويل انتحدر كأنه حبالي. يا ابو عيون هدبها لو ابي وصفه ليل سواده يسم الروح والحالي. محلى العيون اللي بغلاها ترجح الكفه ترجح موازين الغلا الاول مع التالي. وخصرك نحيل عليهم حيزمه لفه لفت عنان الفرس في يدين خيالي. للقلب شف وفيكم يا حلو شفه الله لا يحرمه من شفه الغالي. عز الله اني كملي على حافه الطفه اما وقع في القاع او صكه الجالي. سلامتك. طيب ويا هبايب ايش قصة هذه بعد من قصائدك اللي يعني كانت جميلة؟ والله هذه هبايب انا في البر طالع اتمشى وبعدين شفت المعاصير هذه تدور في البر بر خالي خلا خالي وتذكرت اللي في البال. فكتبتها اقول يا هبايب صحاري نجد وين الحبيب وين خلي حبيبي اللي جرحني غلا. صد عني وقفى هو القلب طبيب ما تطيب الجروح الا حصل لي لقاه. يوم انادي بعال الصوت مالي مجيب ليت خلي سمع صوتي وجاوب نداه. ارفع الصوت باسمه احسب انه قريب اثر صوتي وصل لان الثريا صداه. تايها في غرامه تايها كالغريب تايها وتعجب كيف حبي نساه. هو حبيبي ولا في القلب غير حبيب وعن جميع الحبايب عالي مستوى صورته في خيالي ما تروح او تغيب دوك قلبي المولع يحترق من غلاه. لا يمي عن عذابي هذه لا يمي عن عذابي. واحد يقول لي أيام الشباب يعني كأنه ينقد علي شوي أني أكتب قصائد
في الغزل وكذا. فأنا أقول له لايمي عن عذابي ما درى، ما درى صاحبي طبعه عنيد، دق في وسط قلبي خنجرة طعنت صوبتني في الوريد، قبل ياصل ودمه قد جرى يكسر العظم لو انه حديد. الله شفت، ليتني على فراقه أقدر كان أسافر عنه لديار بعيد، ميرنا في غرامه مجبرة حط في ديني والرجلين قيت، كان خلي بوصله قصره يفعل الله بخلقه ما يريد. سلامتك. وألا يا عذابي، هذه برضو من القصائد. الآن والله ما يحضرني شيء لأنا ما كنت مستعد على ما كنت متوقع أنه يعني أبسوي لقاء لا معكم ولا مع غيره، لأن قد حصل أني توجهت لي دعوات وما لبيت الدعوات. احنا يعني من يعني بالغ سعادتنا انك تكون معنا في اول ظهور. طبعا في قصيده لك اسمها حلمت بها. حلمت بها، ايه، نبغى نسمعها وبرضه نسمعها ك تبغى تسمعها اغنيه قصيد واغنيه. والله هذه كنت يا طويل العمر مودي العيال عند اهلهم وجالس اول ما تزوجت، وذكريات الشباب تبقى مع الانسان تبطي ما تروح، لأن فيها على طاري الذكرى قصيدة كاتبة أنا أقول ذكرياتك أحلى صورة في خيالي ما يبدلها الزمن وأقصى الظروف، أتخيل صورتك دائم قبالي وشعرك المنقوض من فوق الكتوب، كنتي طفلة بالحلا مالك مثالي وكنتي وردة ما لها أبدا وصوب، ثم كبرتي واستوى فيك الجمالي وعودت ذكراك في بالي تطوف. الله. هذه عن الذكرى، ولكن هذه فتذكرت هذه حلمت في الليل وقمت كتبت الكلمات وغنيتها. حلمت بها وحلمي ما تأكد ألا يا ليتها تصدق حلومي، أنا للصبر مجبور ومن حد جبرني الشوق أتحمل همومي، فكتبتها أنا يا أبو فهد نومي أنا يا أبو فهد موتي مؤكد، متى ما صارت الفرقة لزومي تداركني قبل مزور أنا اللح ترى عمر المولع ما يدومي، أنا أحبي لكم حب مؤبد وعلى فرقاك أنا أحبي لكم حب مؤبد وعلى حبك أنا بفطر وصومي. فالكلمات يعني فيها شوية معاناة. طيب نسمعها؟ ما هي مشكلة. الله عليك. كم ليل انتم فيها انتظرت واحتريتك لين الصبح جالس ولا صابني الياس، خوفي من الله لا تقولي نسيتك والله ما تنسين حب على أساس، والله ما تنسين حب سقيتك حب شربنا من هنا وانت بكاس، وإن كان بعتيني بروحي شريتك وعن حبكم والله أنا مطوي الياس، معذور أنا لأهل الهوى لو شكيتك، معذور لو بديت سدي على الناس، ويا عزتا لإن كان قلتي نسيتك عز الله إن الحال بعدك بتنحاس.
الحال امتبى وحلمي ما تأكد ألا يا ليتها تصدق حلومي أنا للصبر مجبور ومن حد جبرني الشوق أتحمل همومي موتي مؤكد متى ما صارت الفرقة لزومي تداركني قبل ما زورنا اللح ترى عمر المي ولا ما يدومي برجوك عني لا تبعد قضى عمري وانا منك محرومي وانا في مجلسي اقوم واقعد ولا مني ذكرتك طار نومي مجلسي أقوم وقعد ولا مني ذكرتك طار نومي وأنا حبي لكم حب مؤبد على حبك أنا بفطر وصومي حلمت بها وحلمي ما تأكد ألا يا ليتها تصدق حلومي أنا للصبر مجبور ومن حد جبرني الشوق أتحمل همومي الله هذه الحلم الله 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 يعطيك العافية الشاعر الأستاذ سعد بن عبد الله البيت شكرا جزيلا لك سعدتنا اليوم بظهورك ويعني اذا تحب تضيف شيء في نهايه حوارنا والله اقدم لكم الشكر على استضافتكم لي وصبركم علي وعلى اخطائي العكس سعدنا ولكن يعني ان شاء الله يمكن من محبتي لكم انكم ومحبتكم للجميع الله يسلمك وتشجيعكم للجميع انكم ان شاء الله تتجاوزون عن كثير من الاخطاء هذه اي العكس واشكركم يعني على شعوركم وتعاونكم معي ومع غيري من الفنانين تستاهل وبيض الله وجيهكم وجهك تستاهل أنا وأشكركم وأشكر القناة تسلم على جهودكم الطيبة تسلم وأنا إذا سمحت لي نطلب منك في الأخير يعني قصيدة على ذوقك سواء غزلية أو كذا ونسمع يعني شيء نختم فيه أغنية أخيرة هذه القصيدة يقول أبنشد اللي بالهواء جالهم دور اللي لهم راين بعد يقتدى به اللي وقع في الحب والحب مخطور وش رايهم اللي صار قلبه رمابة حب خطير لكن القلب مجبور وما كل حب للملايين حكابة أسهر على رجواه لا طلعت النور وعذاب قلبي صاحبي ما درابه الله شفت فهذه يعني فإذا حبتبوها نسمع هاي سامرية نسمعكم إياه اللي
الأمر بعد يقتدابه اللي وقع بالحب والحب مخطور وش رايهم لصار قلبه رمابه حب خطير لكن القلب مجبور ما كل حب للملايين حكابه من حب خلي ما نفع طب دكتور عذاب قلبي صاحبي ما درابه